بونسوار لارا كي، بونسوار، تمام، كيفك؟ نيحو، بدي أسألك سؤال بأول حلقة. تفضل. تمام، أنا الليلة جاهزة للمواجهة معك. بدي أسألك، أنت مين يعني لارا كي؟ أنا لا خامخية كي، مين يعني؟ أنا لا خامخية، خلص اسمي بيعرف عني. شرفنا، بس هلا ليكي تمام، انا ما بشرفني. ولا انا بيشرفني اكون يعني هيك، بس انا طالما يعني اشتقت للكاميرا ولا رهشت الكاميرا، بتعرف انت صار زمان مش طالة طالة الاعلامية طيب ليكي، والفنية. انت شو بتصنفي حالك بهالمجتمع؟ انت يعني شو انا في عالم صنفوني عارضة ازياء، بس انا ما صنفت حالي هيك، انا فوتو موديل، انا ما بعرض لانه طولي ما بيساعدني، انا فوتو موديل. يعني تفسر لك اكثر لانه انت ما بتفهم فيهم، شكلك تفضل. رح فسر لك انه الفوتو موديل بتكون هي يعني بس للصور، بتصور لمجازين، بتصور لمجلات، بتصور لكن شيء هيك صور يعني ما ببين فيهم طولي، لانه انا رجلي قصيره كثير، يعني انجا بالنص متر ونزول اذا بدك، يعني ان شاء الله اطلع نص متر، صار لي زمان مش قايسه. يعني مثلك مثل مريم كلينج؟ مريم كلينك، ايه مريم كلينك، هي عارضة ازياء سوبر موديل، وهي يعني انا انجا نص متر، هي متر و87، يعني 88 89 هيك بدك تقول، يعني بالمترين، لانه هيك لازم تكون الموديل سوبر موديل يعني. سو انا فوتو موديل، يعني في شيء بيفرق بيناتنا، بس انا مثل شعري اشقر وما بعرف هيك. شي بيشرف. ايه اكيد انا لخامخيك، ايه من وين انت بشرفك؟ انا من الشوف، وتحية لبنات الشوف وعالم الشوف. دخليك شو بيقول عنك بالشوف؟ يعني هلأ بيعتبروك انه انت من الشوف، بيعترفوا فيك؟ اكيد انا من الشوف، بس في عالم ما بتحبني، مثل امي يعني ما بتحبني، بتبهدلني كل يوم، بتقولي انت مخك فاضي وبشعة اكيد، وبيي كمان من وقت لوقت يعني هيك، بس بيي بيعطيني مصاري، يعني بتأسف اقول هالشغلة لانه انا ما بشتغل. ايه بس بدي أسألك سؤال بعد، ايه تمام، مين بتلاقي انت احلى او مريم كلينك؟ مريم كلينك، ايه كثير بحب هالموضوع، انا بحب يعني ليه بحب هالموضوع، لانه بحس مريم كلينك عندها كثير فانز وشهرة بحس انه بنشهر انا من وراها، بقول انه انا في جمال ليكو جمال نمش وهيك، وبس اكيد مريم احلى بكثير. بدي أسألك بعد سؤال تاني، تفضل. تمام، أنت شو بتعتبري حالك بهالمجتمع؟ مين بيعبرك؟ انا بدي اقول انه انا لخمخيكي، واللي بيقول انه انا هبلة بدي اقول انتم مخوخكم الفاضية يا بطيخة. إيش تصريح قوي، ايه تمام، بس بحسك هبيلة من وقت للتاني. ليه؟ هيك العالم بيقولوا، مش أنا يعني. لانه العالم جهلة، وانا اصلا ما بحكي مع من مكان، بس مع العالم المثقف اللي مثلي، اللي بتفهم، سوري 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 اللي بتفهم لا سوري، بس خمخيكي. سؤال، هلا انت خلاص تمام، بتعتبري حالك بتفهمي اكيد ومتعلمة تمام، وذكية؟ اكيد تمام، اكيد. طيب بدي اسألك عن صوتك، شو هالصوت؟ كل هلا العالم بيقولوا ما عندك صوت، ما عندك شكل، بس بتعرضي تياب داخلية اوكي اسمع، بتطلعي. تمام، روق شوي. تفضلي خلصينا. انا بتقول لك انه هوليك الاغاني كانوا تسلية، كنت مفكرة حالي بدي اوصل لاحلام ولأم كلثوم، يعني كنت مفكرة هيك، بس للصراحة ما قدرت. هلا بلشت فوت، صار لي 6 اشهر عم بعمل فوكاليز اف اف وعم مرن صوتي. قد ما بيلبق لك، ايه تمام، شفت بس ما عندك صوت بالمرة تيكون انه هالشي يتحقق. تمام، معقول انا ما عندي صوت؟ لا ليه ولا نتفة. معناه يعني؟ تمام، فيك تسأل الفانس تبعي، اي كانوا بيدفعوا فانز، انجا شي 10، هو اللي بعرفهم من السوق، بروح بشتري من عندهم تير. مانيك مشهورة بالديسلايك يا حبيبتي روقي. ما هو هيك، انا فانزت الديسلايك هيك يعني. قد ايه عندك ذكاء؟
انا ما عندي ذكاء بالمره، انا جاهله، ما بعرف اقرا، ما بعرف احكي، ما بعرف، في ناس ما بيقولوا بعرف عنك، شيء. في ناس بيقولوا عنك مجنونة، ناس بيقولوا ايه هبيلة، يقولوا مجنونه، ما انا مشهوره بالجنون، بالبقرنه والخرفنه. في ناس بيقولوا عنك خنزيرة. ايه ليه لا، ليكم خنزير هالقد، قد قد البقره. انا جحشه يعني، ايش ما بعمل دايت اكيد. الله يساعدك عن جد. انا كل بس شيء عناصر ثانيه، لكن لانه الصيني هلا 24 فرنش. هلا في يعني انت كتير بشعة، بس بيقولوا كتير عاملة عملية تجميل عن جد. هلا انا عامله تجميل كتير، بس ما كان يزبط لانه استرخصت بالالمان، سو كنت مفكره انه رح يطلعوا حلوين لما استرخصت، لانه اكيد دايدي عم بيعطيني المصاري، ما فيي سو هيك. وهلا مزعوجه، عملت كم تجميل بس ليك بعدني بشعه كتير، مش عارفه شو بدي اعمل عم بحالي. بتطلعي مصاري من شغلك؟ بليز وقفوا الحلقه، بطل فيي. بس هي السؤال اوكي وفلي، يعني هي السؤال وفلي، مش مستقتلين اوكي ضلي. تمام. عم بتطلعي مصاري من مهنتك؟ انا ما بطل بلبنان ما في مصاري لهيك شغل. بالخليج بتلاقي يعني؟ ايه اكيد، خليج رب الشغل. سامعة بمية خليفة؟ ما بيهمني امرها، لانه انا احلى منها. بشو احلى منها؟ ما انا مثلك مثلها. هلا انا ليكو صدرة اكبر منها، بس ما بدي هلا عم بعمل شيء، بدي اشيل النمش، لانه لما اجت نمش وهول الفخاويت اللي فيه اللي بوجه هيك، شو هولي؟ لما اجت جرب هول، لا هيدي هيك بيقولوا العالم. اسمع شو هي، لما اجت موجة الجرد على لبنان نقودتني تنقود، شهرشوني يعني، نهشوكي شكلهم. ما هيك ليك شو صار فيي، سو بدي اشوف بركي بعمل قشر جلد عجمالك. بحب اكون مثل الحي، بغير جلدي، سو هيك بحب بركي. في ناس بيكتبوا على طول على الفيسبوك هيك بيقولوا لك اه يا هبيلة. ياي حبيت، انا اصلا بهيلة، صاري هبيلة. شو مقصر انا هيك. طيب بتشكر وجودك والله معك. بدي اشكرك. تمام على السريع بليز، ما معنا وقت. اوكي تمام. بدي اشكرك وبدي اقول لمدام الصحفيه انه صار لها ساعه بتترغل، ما لحقت ترد عليها لانه الاتيتود تاعيتي ما بتسمح لي جاوب بهالسرعه، صار لها ساعه بتترغل. سو هيك تمام ليكو، اليوم ميك اب باي، طيب خلص بكفي، بس بدي اقول لك شغله، باي ميك اب باي سوريا ستار، سوريا مكياج، وهير باي هيام كوافيرة كتير شاطرة ليكو، حرقت لي شعري ماشي منقود تنقود مقطش. سو هيك وبدي طيب، بس بدي اقول لك شغله. نعم. نعم نعم تمام. بدك تقولي لي ثلاث تصريحات يعني سكوبات هيك، بس نحن خايفين الصوت، بس نقول لك بتتفضلي. اوكي يلا، واحد اثنين ثلاثة. اوكي ميرسي كتير. اوكي تمام. وانا بدي اوجه تحية بزيادة لليوم، بدي اوجه تحية كتير كبيرة بهالحلقة لمريم كلينك، لانه كتير حكينا عنها بهالحلقة. شو خصك فيها؟ انا هي بتشرح. انا بقول ما بتعبرك اصلا يعني لصراحة، بقى هي اصلا ما بتحكي، انا كتير بضل لازقة فيها وبحب اعرف كل شيء وبحب كتير اقلدها. ليكو شعري محروق. اوكي كانت كتير حلوه الحلقه، ميرسي بوكو. اسمع شوي تمام. ايه سو بدي اقول انه قد ما في بدي اجرب احكي عنها، لانه ميريام هي انسانه مشهوره كتير عالميا، وبدي اتشكرها لانه هي جايبت لي فوق المليارات من الفانز تيعملوا لي لايك على ماي بيج. ما بصدق. سو انا كتير بحب اقلدها، ويا ريت بقدر اكون مثلها، جمالها كتير حلوة. العالم كلهم بيقولوا عنك انه انت كتير. نسخة عن ميريام كلينك بس فاشلة. انا صراحة جربت، ما رح اكذب، انا كتير صريحة، انا يعني للصراحة كنت يعني كنت حب جمالها كتير، بحبها لقلها، بحب كون مثلها. في عالم اسمع اسمع، بحب اعمل شعراتي. حسك من وقت للتاني لازبو مع اقول هيك العالم بيقولوا عنك لازبين؟ لا بس بدي هلا برجع لك لهي الموضوع، انا بحب اعمل هاي البومباية وهيدا الفرق النص، لانه بنعم لي وجهي وبين كتير سكسي، وبحب اتصور باللانجري اقلدها لميريا، واضح اتصور بمايويت
تنانير، فساتين، سو البس كورسي هيك تجي كتير مزلطة، سو كتير بحب قلدها. انا كتير بغار منه اوقات بس ما بقدر احكي، بس انا لانه طيب كمان مظبوط. انت كنت كتير معي صريح، انا رح كون معك صريحة وخبرتك كل اللي بقلبي. ايه طيب مريم كليك بموضوع اللي كتير بيقولوا مظبوطة. عنك انك لازبين، الصراحة انا فهموها غلط علي، بس هيك كتبت الصحافة، بس انا هيك يعني شو بدي اعمل، لانه ما بقى في امن للرجال، سو كنت بفضل نبش على شريكة حياتي، وهلا يمكن ببلش لاقي عن قريب. لقيت وحده كتير مهضومه وبدي اشوف كيف بدي اشيل اهلي من البيت اقعد معها، لانه انا قاعده مع اهلي وانا بوجهتها هي اهل الشوف وميرسي الهم كلهم. اوكي ميرسي كتير، كانت ميرسي الحلقة بتجنن. ميرسي، باي يلا تمام. باي باي.